هل يا ترى سيجما فيت ممكن يكون المشروع اللي بيدوروا عليه؟ احنا 3 مهندسين كنا شغالين في اكبر شركتين في البترول في مصر وفي العالم، بس قررنا بعد كده ان احنا نسيب شركات البترول و سبتوها برضه. سبناها عشان نبدا حلمنا، يعني عامه ان احنا نعمل اول تك وير كومباني في مصر وفي ميدل ايست وفي الدول العربيه كلها. التيشيرت بكام؟ الاسعار بتاعتنا تتراوح من 190 جنيه، ده التيشيرتس من نصكم. دلوقتي حاليا واصلين لماكسيمم ال 450 جنيه، ده الحاجات اللي هي اللوان. وبعت كام تيشيرت لحد دلوقتي؟ احنا دلوقتي واصلين ل الفوليوم كله، الفوليوم كله اكتر من 5000 تيشيرت. انا هقول يس. اسلام، سيجما فيت عملت ايه؟ الحمد لله كله يس. أول بروجكت تاخد كله ياس النهاردة، مبروك. كنت شغال في مزرعة وصحيت من النوم كان 90% من المزرعة دي انتهى بسبب الصقيع. الموضوع دوت سيبني شغلي طبعا، وخلى الراجل صاحب المزرعة يسيب الزراعة أساسا. فإن شاء الله الشركة عندها حل الموضوع دوت، وهنعرفه إن شاء الله في الأوديشن. طب إن شاء الله، ويا رب يا رب تاخد كله ياس جو. شركة نوماتيكي أول جهاز عملته بيقيس درجة الحرارة وبيبتدي يتعامل مع الوضع على طول، ما بيستناش ان حد يتدخل من الموجودين في المزرعه. بيشغل شبكه الري، بيمنع التاثير السلبي اللي احنا قلنا عليه دوت، وبعدين بيدي نوتيفيكيشن للشخص صاحب المزرعه وللمهندس الزراعي ان حصل لاول مره. بعدين بفتره صغيره بيقيس تاني، وبعدين يعمل نفس الاكشن تاني. تالت مره بيتصل بصاحب المزرعه او رقم طوارئ، بيبتدي يقول له خلاص انت اتصرفت، الجهاز اتصرف اكتر من 3 مرات ولسه الموضوع مستمر في انخفاض درجة الحرارة، لو سمحت اتدخل بطريقة اكتر من كده. اللي حضرتك بتعمله ده مش حل للمشكلة اللي احنا شفناها في الاول. الحل ده حل ناجز. ليه؟ لان الحرارة النوعية للمية طبعا اعلى بكتير من قصة صقيع او الاربعة درجة مئوية اللي احنا بنتكلم عليهم، فبتكون مخلية الجو حوالين الورقة مش هيحصل ان التلج ده يتكون ويبقى موجود ويضر خلايا الزرع. طيب انا هقول ميبي، احب اشوفك مره تانية واسمع اكتر. I'll go with the maybe as well.